يا اخي وطاني تو كله سبك انت السبب في النص لا تحدد لا والله عشان تحفظ توازن لا شوف احنا جالسين احنا ما تجيب سكين لا يا اخي بيصير قوتك عادي بس مو درجه تجيب سكين يا اخي ما له داعي تجيب سكين تهدده تعال تعال وقف وقف اوكي يلا وقف وليد وقف سكين انتبه لا تموت لا تعال عطني رجلك اما هذاك قوتك اربطه معك مو انا لا لا انطر افكر لا انا ما ودي يربطه معك لان قلبي مربوط بقلبك الله. يا عبد الله ما يبي لك ما يبي لك ذا يبي لك واير سياره عشان يسكيزه كيبل لو سمحت لو سمحت لو سمحت نعم لو سمحت نعم في شيء لا تذب على قوتي انت استاذ مني ايوه تسمع خذ الاذن منه بقول شيء بس تزعل علي هذه انتبه ايش تقول لا لا انت لا اسوي لك باركور الحين اتشقلب اخليك والله انك ثقيل والله عبد الله عبد الله تعال كر الله ثقيل تعال لحظه انا حاط هذا مو ثقل وزن كل الشخصيه تعال تعال لا بزرق تعال لا تحرك لا خلاص 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 ما خلص انت بس 60 لا زين تعال غير لي حاسب حاسب لا يحوشك زين حاسب حاسبه على حاسبه حاسب احاسب الناس لا والله اني يا احمد بصراحه كنت انا ودي اعاتبك على الموضوع القسوه لكن الان معك حق خذ راحتك تلومني يا اخوك لا والله ما الومك خليني اسوي له باركور على السماجه اللي انا اسمع الحين لا والله ما الومك لا وخر عبد سعد لا تحرك وين اروح اتحرك شيك لا تحرك كذي وين اروح طيب وين اروح خلاص اركض اقعد في مكانك طيب يلا وقف انا مكان عاقل انت ايش فيك يا عاقل مكان القوه العقليه في مشكلة يا أستاذ وليد تدعد أقول إيه لا تدعد لا 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 في مشكلة تم بكدمة لا بتروح 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 إيه لا بكدمة بكدمة عندي بدون يعني إيه لا يا أخي قسما بالله حق بامس أيوه اكتشفت إن في ضربات في جسمي بس أنا لا لا بالله زي في كدمة بس هنا من اليوم وأنا أنا حتى ركبتي من هنا توجعني لا ما لعبت معنا كذاب لا ما طحت كذاب بس ما جيت كذاب أنت ما لعبت معك أنت كاذب أنت كل شيء يعني كل شيء فيه حزن وألم إلا لازم تصير حزين لا الحين هذه لعبة ولا احنا أسرى اطلع شكلك من سمح لك تقطع مفرشي اسكت أقول شنو بيحني نظام شطرطون ولا عاد مو بالدرجة عاد انطر شو الوضع طيب مربطني ليه لحظه لو سمحت انا متسابقين مو اسرع ايش فيك انت وانت الصاد المشكله اني انا اللي قاعد في النص تقطعني نصين صدق منصور بيرجع ولا تبغى تقطعني نصين عشان انا احس الموضوع فيه حكمه يقول لك هذا يرجع كذا بسرعه يقول لك رساله في رساله هذه هذا ذنبك في الحياه وانت حاول انه ما يجرك المشكله انك جبت ربطتني جنب تريلا وذا الله يستر لا انقطع نصين صدق والله صدق هذا صراحه متفقين مع احمد اننا والله اني اشك انا اشك شكا تام وأوقن إيقانا تام تشك ولا توقن طيب عطنا أي واحدة لا أنا كنت أشك هذا من زود المصطلحات اللي عندك لا لا أنا كنت أشك شوف لاحظ أني قدمت الشك على الإيقان بسم الله كان فعلا عنده جوال وش اللي تم آخر واحد واقف هو الفايز كيف أسحب أسحب لحظة لحظة خلص 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 أسحب أصبر ترى أنا بنقطع نصين أنا عبد الله الخطه لا الاولى نجدعه بعدين انا وانت نتصافى وليد اسمع روح عبد الله هناك عبد الله رجع عبد الله رجع رجع عبد الله ريتك لاعب المنظمة اوكي ريتك لاعب المنظمة يلا الحين انت مربط يديك ورجليك تقدر طالع طالع تقدر لا لا شفت شلون؟ لا لا يعني لعبوا خلاص طاح هذا خسر يلا لعبوا خسر خسر لا لا ارفع يدك فوق الله اكبر اسحب اصبر تعال هني جذاب جذاب اطلع لا 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 المشكلة اني اسحب 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 اطيح اطيح المد اللي قاعد اسحب يا القوة تراني وناس اول لعبة افوز بمن دخلنا البرنامج لا يا عيف الكون انت اللي تعال بالله عدها كل يوم دايما افوز فيها هذه لا لا انت بتفكر فكر فكر باركور يا حبيبي